بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل شرح درس المومنت ديستريبيوشن منهج الدكتور مرعي الشهري. أخذنا في المقطع السابق شرح الكاميرات، وفي هذا المقطع إن شاء الله راح نشرح جزئية الفريمات. طبعا نلاحظ أن الفريمات ما راح تختلف عن الكاميرات بشكل كبير، راح يكون الحل هو نفسه والخطوات هي نفسها، وهنشوف إن شاء الله خلال الأمثلة إذا كان في أي فروق راح تتوضح، ولكن الفكرة العامة والتفاصيل والخطوات واستخدام الجداول أيضا راح يكون نفسه. نبدأ الآن بأخذ المثال الأول، وعلى ضوءه راح نشرح الطريقة المتبعة في الحل، وهي راح تكون نفس الطريقة السابقة في المقطع السابق. فبسم الله نشوف المثال هذا. عندنا هنا fixed وهنا fixed، وعندنا نقطة B ونقطة C. نلاحظ طبعا في هذا الشكل لو فردناه وكأنه كاميرا راح يكون بهذا الشكل، هنا fixed وهنا fixed، والجزء هذا عليه هنا حمل، وهنا حمل موزع، وهنا حمل، وكأنه هذا سبورت على سبيل المثال وهذا سبورت. فطبعا بنلاحظ انه الاسبان هذا مساوي للاسبان هذا، وهنا حمل وهنا حمل موجود في النص في النص، فبالتالي اقدر اعامله معاملة الحالة اللي كان اسمها سيمتري، الحالة اللي كان فيها سيمتري في الكاميرات، بحيث اني اقطع هنا وادرس فقط الجزء A و B والباقي يطبق على بقية الفريم. فلو جينا في البداية نبدأ ونجيب الديستريبيوشن فاكتور، الديستريبيوشن فاكتور هيكون عندي طبعا عند A صفر لأنه فيكست، عندي إذا كنت محتاجه راح يكون بصفر. بالنسبة للنقطة B هيكون في ديستريبيوشن فاكتور من البي للA وديستريبيوشن فاكتور من البي للسي، تماما نفس الشيء اللي كنا بنسويه. هنا عندي الاسبان 20 والانرشيا 60، فأقول 60 على 20 هي الكي لهذا المنبر AB اللي هي 60 على 20، ومن البي الاسبان اللي هو BC إذا أبغى أجيب الكي راح أقول انرشيا اللي هي 50 على الاسبان اللي هو 25، 50 على 25، ولكن انا قطعت في نصف الكاميرا تماما وبستخدم الطريقة المعدلة، فبالتالي راح اضربه في نص. فلو جيت اجيب الان الديستريبيوشن فاكتور بي سي راح يكون عبارة عن الكي بي سي اللي هي نص في 50 على 25 على مجموع الاثنين كي اللي هي نص في 50 على 25 زائد 60 على 20. هذا بسط وهذا المقام، يطلع الناتج ربع، فبالتالي التكمله اللي هي الديستريبيوشن فاكتور بي اي راح تكون 0.75 عشان مجموعهم عند نقطه بي لازم يساوي الواحد، نفس اللي كنا بنسويه في الكاميرات بالضبط، وعند الاي بصفر. الخطوه اللي بعد كده اني راح اجيب الفيكست اند مومنت، الفيكست اند مومنت ما بين اي وبي اعتبر هذا فيكست وهذا فيكست، والحمل في المنتصف تماما. فطبعا انا بنظر من داخل الفريم دائما، بنظر بهذا الشكل، يعني هذا يساري عند A ويميني هو عند B. لو جيت انظر هنا انظر بهذا الشكل، يعني يساري عند C ويميني عند D. ولو نظرت للكاميرا طبعا بنظر بشكل يعني بنظر للاعلى، فهذا مثل الكاميرا بالضبط. فالان لو جينا للنقطة A هنلاحظ عندنا في النقطة A ان المومنت هيكون طبعا في اليسار، قلنا بيكون سالب، فرضيتي نفسها مع عقارب الساعة موجب، وعند البي بيكون موجب. فبالتالي لو اخذت الفيكس اند مومنت لهذه الحالة فيكسد فيكسد والحمل في المنتصف تماما، راح تكون هذه الحالة اللي هي هذه، والمومنت بي ال على 8 وهنا بي ال على 8، في اليسار بالسالب في اليمين بالموجب. فبنلاحظ انه هنا سالب 10 فيكس اند مومنت، بينما عند البي A بعشرة. طيب لو جينا ناخذ فيكست اند مومنت ما بين البي والسي، اعتبر هذا فيكست وهذا فيكست عليهم حمل موزع، فاشوف الحاله اللي فيها فيكست وفيكست وحمل موزع اللي هي هذه، دبليو ال تربيع على 12، دبليو ال تربيع على 12 سالب في اليسار وموجب في اليمين، فبالتالي راح اخذ بعد التعويض راح يكون عندي، يهمني طبعا بي سي ما يهمني سي بي لاني السي والدي ما راح اخذها، لانه قلنا قيمة المومنت اللي راح تطلع من هذه الثلاثة راح تتكرر في البقية، لانه في سيمتري. فبالنسبة للبي سي راح يكون
المومنت سالب 125 عند سي بي موجب 125 بس ما يهمني فما احط القيم حقت نقطة سي في الجداول. الخطوة اللي بعد كذا اني اعمل بالانس نفس الكلام السابق. البالانس راح يكون عبارة عن عند نقطة او اللي هي هذه نقطة بي بجمع المومنتين سالب 125 و10 واقلب الاشارة واضرب في الديستريبيوشن فاكتور هذا يعطيني القيمة هذه واضرب في الديستريبيوشن فاكتور هذا فيعطيني القيمة هذه. بينما هنا عند الفيكست سالب معروف عند الفيكست لما نعمل بالانس هينضرب في الصفر فبالتالي هيكون مباشرة صفر. الخطوة اللي بعدها اني بعمل كيري اوفر. كيري اوفر يعني بنقل نصف قيمة المومنت من بي الى اي ونصف قيمة المومنت من اي الى بي فبالتالي هذا راح يكون صفر وهذا راح يكون 43.125. هذا طبعا بي سي في حالة السيمتري قلنا ما بنعتبر انه في شيء بعده فبالتالي راح ينزل مباشرة بصفر. الخطوة اللي بعدها برجع اعمل بالانس من جديد. عندي هنا صفر وهنا صفر فلما يتوزعوا راح يكونوا ايضا صفر وصفر وهذا مباشرة هينضرب في الديستريبيوشن فاكتور صفر فراح يكون بصفر. كذا انتهى الحل بما انها كلها صارت اصفار. اقدر الان بكل بساطة اني اجمع ابتداء من الفيكست اند مومنت القيم عند A واطلع المومنت النهائي. اجمع القيم من الفيكست اند مومنت عند B هنا يطلع لي المومنت اللي في اليسار اللي عن ناحية الـ A وهذا يعطيني المومنت اللي من ناحية الـ C. ولاحظ عند نقطة B المومنت هذا يساوي المومنت هذا ومتعاكسين في الإشارة أو الاتجاه. بالنسبة للمومنت عند نقطة C إذا جيت أبغى أجيب المومنت عند نقطة C راح يكون فيه مومنتين. المومنت الأول اللي هو اسمه C B والمومنت الثاني اللي اسمه C D وأيضا عندي النقطة دي اللي فيها المومنت اللي اسمه دي سي. فالمومنت هذا لاحظ عند بي كان في اليسار موجب في اليمين سالب هنا راح يكون نفس القيمة في اليسار موجب ونفس القيمة في اليمين سالب. بينما الدي في حالة السيمتري قلنا راح يعاكس نقطة اي. نقطة اي كان 33 بالموجب هيكون هنا سالب 33.125. كذا جبنا جميع قيم المومنت. الخطوة اللي بعد كذا اني راح اعمل اذا طلب مني الرياكشنز والرسم اعمل تحليل بسيط واجيب القيم الباقية للرياكشنز واقدر بعد كذا ارسم الشير والمومنت بكل بساطة. نأخذ مثال بسيط على التحليل اللي راح يحصل. انا جبت المومنت عند A موجب يعني مع عقارب الساعة 33.125. طبعا لو جيت ارسم الجزء AB راح يكون بهذا الشكل. عليه مومنت مع عقارب الساعة عند A وعليه مومنت عند البي اللي هو بي A أيضا مع عقارب الساعة 96 وعندي هنا رياكشن. طبعا هذا هو الرياكشن اللي يهمني اللي هو A X. وراح يكون عندي طبعا هنا الحمل الموجود اللي هو 4 فبالتالي لو قدرت اخذ سيجما مومنت عند اي نقطة بيساوي صفر اذا عند النقطة هذه سيجما مومنت بيساوي صفر هيكون عندي لو فرضت مع عقارب الساعة موجب وسيجما مومنت بيساوي صفر فهيكون المومنت هذا اللي هو 96 مع عقارب الساعة حطه بالموجب زائد 33 بالموجب 96.25 موجب زائد 33.125 بالموجب ايضا. لو نظرنا النقطة هذه الحمل بيعمل عليها مومنت عكس عقارب الساعة فراح يكون سالب الحمل مقداره 4 وبعده عن النقطة بي 10 سالب 4.10. وبالنسبة للرياكشن هذا انا فارضه مبدئيا انه في اتجاه اليسار. ممكن افرضه في اتجاه اليمين عادي هي مجرد فرضية والاشارة في النهاية راح تحكم هل الفرضية صحيحة او خطأ. فرضت انا بهذا الاتجاه لليسار فراح يعمل مومنت مع عقارب الساعة فاقول زايد A X مضروب في البعد الكامل عن نقطة B اللي هو 20 وراح يساوي الصفر. احل المعادلة هذه ببساطة واطلع ناتج A X. ان كان موجب فالفرضية صحيحة وان كان سالب فالفرضية خاطئة.
طبعا عندي أربعة من هنا وأربعة من هنا راح يتكنسلوا، فمجرد ما أجيب رياكشن من هنا راح يكون عكس الرياكشن في إنك في المكان هذا من حيث الإكس. من حيث الواي طبعا راح أخذ الكاميرا هذه اللي هي بي سي وأحللها لحالها، وعند بي سي في طبعا رياكشنين اللي هو الرياكشن اي واي والرياكشن دي واي، وعندي قيمة المومنت اللي هو بي سي سالب 96 يعني عكس عقارب الساعة بهذا الشكل، ومن هنا عندي المومنت سي بي اللي راح يكون موجب 96 يعني بهذا الشكل. لو اخذت سيجما مومنت عند اي نقطة من النقطتين هذه يساوي صفر، فرضا اخذت سيجما مومنت عند النقطة هذه بيساوي الصفر، راح اقول ان المومنت هذا اللي هو سالب 96 مع المومنت هذا اللي هو موجب 96، وعندي الحمل الموزع اركزه في المنتصف نفس اللي سويته في الكاميرات بالضبط، واشوف بعده كم عن النقطة، والرياكشن يضرب في المسافة الكاملة اللي هي 25، اساوي الكل بالصفر معادلة اتزان بسيطة، واطلع ناتج الرياكشن هذا. وبعد كذا راح اشوف سيجما اف واي ان الرياكشن هذا فرضا طلع للاعلى بمقدار معين، اشوف الفرق مقارنة بالحمل الموزع، والنقطة A راح تاخذ بقية الرياكشن للاعلى. هذا بالنسبة للمثال الاول. نطلع على افكار اضافية او امثلة اضافية. نشوف المثال هذا. في هذا المثال عندي فيكست وفيكست، فبالتالي سي الديستريبيوشن فاكتور راح يكون عنده بصفر، واي الديستريبيوشن فاكتور ايضا راح يكون عنده بصفر، بي راح يكون عنده اثنين ديستريبيوشن فاكتور، واحد لهنا واحد للبي اي واحد للبي سي. طبعا نلاحظ ان الاي والسي كلها فيكست، فبالتالي حتى في الطريقه المعدله ما في شيء راح اضرب في الكي، يعني راح يكون هنا الكي عبارة عن اي على 4، وكذلك هنا الكي عبارة عن اي على 4، وما في واحد منهم هنج يعني طرفي او رولر طرفي، فبالتالي راح يتوزع نص ونص زي ما لاحظنا في الكاميرات. نقدر نحسبها ولكن من باب الاختصار قلنا اذا كان فيكست وفيكست من الطرفين والاسبانات متساوية والانيرشيا متساوية راح يوزع ديستريبيوشن فاكتور بالتساوي نص للبي اي ونص للبي سي. وعندنا في الاي زي ما قلنا صفر، وعندنا في السي بصفر. الان نجيب الفيكست اند مومنت، ما بين الاي والبي ما في احمال، فبالتالي الفيكست اند مومنت راح يكون صفر عند الاي بي وصفر عند البي اي، بينما ما بين البي والسي لو اعتبرنا هنا فيكست هو فيكست في حمل المنتصف تماما، ناخذ الحاله الخاصه فيه في الجدول، هيكون المومنت عندي هنا في اليسار سالب والمومنت في اليمين موجب، فيكون عندي عند البي سي موجب يعني 50، اما عند السي بي راح يكون سالب 50. الخطوة اللي بعدها راح نعمل بالانس للقيم حقت الفيكست اند مومنت اللي حسبناها. طبعا البالانس بيكون عند كل نقطة. نلاحظ الان ان النقاط بدأت تكثر، اول كان عندي مثلا نقطتين نفسها سواء لو كانت ثلاثة او كانت اربعة ما بيفرق معايا شيء في الحل. فالان بجي عند نقطة بي اعمل بالانس 50 وصفر، اجمعهم يساوي 50، اعكس الاشاره سالب 50 اضرب في نص واضرب في نص، فبالتالي توزع سالب 25 وسالب 25. اما هنا الفيكس اند مومنت اساسا هو صفر، فمباشره يكون صفر، واساسا حتى لو كان في قيمه راح ينزل بصفر لان الديستريبيوشن فاكتور صفر فيكست، وايضا عند السي فيكست، فبالتالي هذه القيمه راح تلغي وينزل صفر مباشره. بعد كذا راح نعمل كاري اوفر، البي راح ينقل للاي النص، والاي راح ينقل للبي النص، ايضا هنا البي راح ينقل للسي نصف القيمة، والسي راح ينقل للبي نصف القيمة. اعمل الان من جديد بالانس، اجمع القيمتين هنا طبعا اصفار يعني راح تعطيني اصفار، و سالب هنا موجودة قيمة ولكن صفر زي ما قلنا، فاي بالانس عند الفيكست راح يكون بصفر، هنا في قيمة ولكن فيكست، فبالتالي برضو البالانس راح يكون بصفر. كذا تصفرت كلها فانتهى الحل. ابدا اجمع القيم من عند الفيكست اند مومنت للجميع،
واطلع النواتج النهائيه، وهذه هي قيم المومنت اللي راح تكون عندي. سالب 12.5 سالب 25 موجب 25 ولازم يكونوا متساويين لانه عنده نقطه بي نفس النقطه يعني، وهنا سالب 62. بعد كذا بعد ما جبت قيم المومنت طبعا اقدر بكل بساطه اني احلل الفريم عادي، معايا قيم المومنت اقدر اجيب كل قيم الرياكشن، وبعد كذا اقدر ارسم شير ومومنت بكل بساطه. ناخذ مثال اخر، هنا عندي A B C ايضا تقريبا نفس المثال السابق، ولكن الفرق انه اول كان في حمل في عند B C وعند A B ما كان في حمل، هنا الان في حمل هنا وهنا. برضو I على 10 وهنا I على 10 fixed، فبالتالي راح يتوزع الديستريبيوشن فاكتور نص نص، وعند ال A بصفر لانه fixed، وعند ال C fixed فبالتالي صفر. الان احط قيم الفيكست اند مومنت، اعتبر A و B fixed، اليسار سالب واليمين موجب، واجيبها من الجدول هتكون سالب 12.5 موجب 12.5، وايضا ما بين البي سي اعمل فيكست فيكست واجيب القيمه هنا سالب وهنا في اليمين هتكون موجب، فطلع معايا سالب 12.5 عند بي سي وموجب 12.5 عند السي بي. نلاحظ الان لو جينا نعمل بالانس فيكست فبالتالي هيكون بصفر، وهنا فيكست فبالتالي هيكون بصفر، وهذول القيمتين عند البي لو جمعتهم مجموعهم صفر فبالتالي البالانس راح يكون مباشره صفر، فانتهى الفريم نلاحظ في خطوة واحدة. وهذا مثل ما ذكرنا سابقا من أهم مميزات هذه الطريقة، الطريقة الموديفايد، انها بتختصر لي الحل، حتى وان كان الحل اطول من كذا هنلاقيه في الموديفايد الطريقة اللي احنا بنستخدمها قصير جدا مقارنة بالطريقة العادية، انه ممكن ينتهي في 3 أو 4 خطوات. فطبعا انتهى الحل الان، فبالتالي خلاص قدرنا نجيب قيم المومنت اللازمة، تكون طبعا هذه هي القيم النهائيه لانه ما في شيء تحتها، فهذه قيم المومنت النهائيه راح تكون. وبكذا قدرت اني اجيب المومنت قيم المومنت لهذا الفريم. ننتقل الى مثال اخر، هنا عندي سبورت A فيكست B و C هنج، وعندي نقطة دي اللي هي فري ولكن عليها حمل مقداره 50 كيلو نيوتن. الديستريبيوشن فاكتور هنا بصفر. عند بي راح يكون عندي 2 ديستريبيوشن فاكتور، واحد لهنا للبي اي وواحد للبي سي. طبعا ننتبه لهذه الجزئية ان البي الان بيودي على السي، السي هنج وما في بعده سبورت، فنعامله في هذه الجزئية معاملة نعامل السي معاملة الهنج الطرفية، فبالتالي البي الآن وكأنه رايح للهنج الطرفية، فراح يتغير معانا في حساب الديستريبيوشن فاكتور انه راح يكون من البي إلى الأي، لو جينا حسبنا الكي راح يكون اي على 12، اما من البي الى السي لو جينا نحسب الكي راح يكون اي على 12 مضروبه في 3 على 4. ليش 3 على 4؟ لانه بيودي الى هنج نعتبرها طرفيه لانه ما في بعدها سبورت اخر، فبالتالي لو جينا نحسب الديستريبيوشن فاكتور من البي الى الاي راح يكون عباره عن اي على 12 مقسوم على الجميع اللي هي اي على 12 زائد 3 على 4 اي ايضا على 12، فبالتالي هنلاحظ ان الديستريبيوشن فاكتور هنا ب 4 على 7 وهنا ب 3 على 7. طبعا عند نقطة سي في برضه راح يكون 2 ديستريبيوشن فاكتور، واحد رايح ناحيه الفري اند وبياخذ صفر دائما، والثاني رايح ناحيه الجهه الاخرى طبعا مكمله الصفر فراح يكون دائما بواحد في هذه الحاله. عند النقطه دي اساسا ما في ديستريبيوشن فاكتور، وعند النقطه اي فيكست فبالتالي الديستريبيوشن فاكتور بصفر. لو جينا نطالع في الكاميرا مره ثانيه
اذا كنا هناخذ فيكست اند مومنت ما بين الاي والبي ما في احمال، فبالتالي صفر صفر. ما بين البي والسي ما في احمال، ايضا راح يكون صفر وصفر. ولكن هيكون عندي فيكست اند مومنت من السي الى الدي، زي ما كان عندي في الكاميرا الخمسين في الخمسة اللي هو المومنت اللي بيعمله هذا الحمل على السبورت، مقداره 50 ضرب 5 250 مع عقارب الساعة، لازم يقابله مومنت عند هذا السبورت بعكس الاتجاه ومقداره 250 ايضا. فبالتالي عكس عقارب الساعة يعني راح تكون قيمته سالبة عند المنبر سي دي، بقية المنبرس ما عليها احمال، فبالتالي ما راح يكون عليها اي مومنت. نلاحظ الديستريبيوشن فاكتور زي ما ذكرنا بالضبط، والفيكست اند مومنت صفر صفر، وايضا هنا صفر صفر، ولكن عند السي دي راح يكون بسالب 250 لانه عكس عقارب الساعة. الخطوة اللي بعدها الان بعمل بالانس، طبعا اجي اعمل بالانس عند نقطة A هينزل كما هو صفر، هنا اجي اعمل بالانس عند B عندي صفر وصفر، فبالتالي لو عملت بالانس راح يكون ايضا صفر وصفر. اجي عند نقطة C اعمل بالانس سالب 250 وصفر، يعني سالب 250، اعكس الاشارة موجب 250 تضرب هنا في صفر وتضرب هنا في واحد، يعني راح تكون كلها هنا. الخطوة اللي بعدها اعمل بالانس، عفوا هذا هو البالانس. الخطوة اللي بعدها اعمل كيري اوفر، كيري اوفر راح يكون نصف القيمة هنا ونصف القيمة هنا، راح تكون اصفار. ايضا ما بين البي والسي هذا راح ينقل نصف القيمة هنا وهذا راح ينقل نصف القيمة هنا، ما بين السي والدي طبعا ما في شيء، راح تكون اصفار. الخطوة اللي بعدها اعمل بالانس من جديد عند الاي، الاي طبعا فيكست، فبالتالي اي بالانس راح يكون عند الاي لازم يكون بصفر. عند البي عندي صفر و125 مجموعهم 125، اعكس الاشارة سالب 125 تضرب في 4 على 7 وتضرب في 3 على 7 واحصل على هذه القيمة واحصل على ايضا هذه القيمة. هنا ما كان عندي اي قيم في هذه الخطوة، فبالتالي راح تنتقل في البالانس كما هي اصفار. بعد كذا الان ابغى اعمل كيري اوفر من جديد، نصف القيمة ونصف القيمة، ومن هنا نصف القيمة ونصف القيمة. ولكن نلاحظ ان هذه النصف القيمة اللي هو سالب 53 ما انتقلت وانكتبنا ايضا صفر، ليش؟ لانه هذه هنج طرفية، والهنج الطرفية ما تقبل الكيري اوفر في الطريقة المعدلة اللي احنا بنستخدمها، اللي ضربنا 3 على 4 في الانيرشيا على 12 عشان احنا بنستخدم الطريقة المعدلة، فبالتالي في الهنج الطرفية ما بيحصل عندي كيري اوفر. فالخطوة اللي بعدها ارجع اعمل بالانس، طبعا فيكست فبالتالي هيكون بصفر، وهنا عندي صفرين فراح ينتقل صفرين، وايضا هنا راح يكون صفرين. كذا انتهت جميع الخطوات بما ان النقاط كلها عندها اصفار، وهذه قيم المومنت النهائية. ابدأ اجمع من عند الفيكس اند مومنت الى النهاية واحصل على هذه القيم الاخيرة. نلاحظ عند ال A في مومنت لانه فيكست، عند ال B في مومنت في اليسار يساوي المومنت اللي في اليمين معاكس له في الاشارة، عند النقطة C المومنت النهائي طبعا بيكون عندي مومنت لان هي فعليا ما هي هنج نهائية، احنا نعاملها معاملة الهنج الطرفية ولكن في بعدها جزء فري، فما بيكون المومنت بصفر، لكن بيكون عندي اثنين مومنت، واحد من هنا واحد من هنا، ايضا متساويين في المقدار ومتعاكسين في الاشارة. بعد جمع القيم اللي هنا بحصل عليهم ايضا. ناخذ مثال اخر، نلاحظ الان المثال هذا بدأ يعني يزيد عدد الممبرز، وهنكتشف يعني جزئية جديدة ما راح يكون فيه تغيير في الحل، ولكن فقط ان النقاط هتكثر علينا شوية والقيم هتبدأ بالتشعب، ولكن الحل وطريقة الحل هي نفسها. هنشوف هذا المثال. طبعا I constant الانيرشيا constant، يعني هنا I ما في I مضروبة في اثنين مثلا او زي الامثلة السابقة في الكاميرات. فبالتالي لو جينا نحسب الان distribution factor، fixed يعني صفر، fixed يعني صفر، وfixed يعني صفر، فقط عندي B اللي راح يكون عنده distribution factor. كم distribution factor راح يكون عندي في البي؟
كنا معتادين على انه بيكون في اثنين، واحد لليمين واحد لليسار. نلاحظ الان عند نقطه بي في ديستريبيوشن فاكتور رايح للاي، في ديستريبيوشن فاكتور رايح للسي، وديستريبيوشن فاكتور رايح للدي. فبالتالي نقطه بي راح تتقسم الى ثلاثه اقسام، بي اي بي سي وبي دي. فعندي ثلاثه ديستريبيوشن فاكتور. هل في احد الممبرز اي او سي او دي كان هنج؟ لا، كلهم فيكسد. فبالتالي ما في واحد فيهم راح ينضرب الكي في 3 على 4، يعني الكي هنا اي على 12، هنا اي على 12، هنا اي على 12. وبما انهم متساويين لو جينا نحسب الديستريبيوشن فاكتور او نقدر نجيبه باختصار بالنظر راح يكون ثلث وثلث وثلث، زي ما كنا نقسمه نص ونص الان راح يقسم على الثلاثه ثلث وثلث وثلث. الخطوه اللي بعد كذا ابغى اجيب الان الفيكست اند مومنت ما بين الاي والبي. طبعا في احمال فبيكون عندي فيكست اند مومنت هنا سالب في اليسار وموجب في اليمين، الحاله اللي فيها حمل موزع. ادخل الجدول بكل بساطه واطلعها ويطلع معي المومنت سالب 24 و24 عند البي اي. اما ما بين البي والسي والبي والدي ما في احمال، فبالتالي الفيكست اند مومنت عند البي سي صفر، وعند السي بي بصفر، عند البي دي بصفر، وكذلك عند الدي بي بصفر. الخطوة اللي بعد كذا الآن أبغى أعمل بالانس. طبعا هذا فيكست فبالتالي البالانس مباشرة راح يكون بصفر. أيضا عند هذا الدي، عفوا عند الدي راح يكون مباشرة بصفر، وعند السي فيكست فبالتالي راح يكون بصفر. هذا بالنسبة لخطوة البالانس. أما بالنسبة لبي، عشان اعمل بالانس راح اعمل زي ما كنت اسوي يعني سابقا في الكاميرات، اني باخذ المومنت اللي في اليمين واللي في اليسار اجمعهم، اعكس الاشاره واضرب في الديستريبيوشن فاكتور. الان هجمع الثلاثه قيم اللي هنا مجموعهم 24، اعكس الاشاره سالب 24 واضرب في الديستريبيوشن فاكتور هذا وهذا وهذا. يعني الفرق انه كان اثنين الان اصبحوا ثلاثه، ولو اصبحوا اربعه ايضا ما في اي فرق، يعني ما في تغيير، خطوه الحل هي نفسها. فبالتالي راح يكون سالب 8 سالب 8 سالب 8. الآن أعمل كيري أوفر. هنا ننتبه لجزئية معينة. أول كنت دائما بعامل الخانة يعني بالخانة اللي جنبها مباشرة، الآن مو شرط. هنلاحظ الفرق الآن هيظهر عندي. لو جيت أعمل كيري أوفر ما بين البي والأي، البي أي هينقل نصف القيمة للأي بي، والأي بي راح ينقل نصف القيمة للبي أي. هذا بسيط. الآن أجي عند البي سي أبغى أعامل البي مع السي، فلما أطالع في البي سي ما أطالع في اللي جنبها، أطالع في السي بي المقابلة لها. فيهمني كل اسم مع اسمه بغض النظر هو موجود جنبه في الجدول أو في خانة بعيدة. الخانة بعدت لأنه في سبورت يعني أو في جزء آخر دخل. فالآن نصف القيمة راح تنتقل من البي سي إلى السي بي اللي هي سالب 4، ونصف القيمة راح تنتقل من السي بي الى البي سي اللي هي الصفر. الان ما بين البي والدي نصف القيمه راح تنتقل من البي الى الدي، ونصف القيمه راح تنتقل من الدي الى البي. ننتبه لاسماء الممبرز، هذا بي دي يعامل مع دي بي، هذا بي سي يعامل مع سي بي. حصلنا الان على القيم في حاله في خطوه الكيري اوفر. الآن أرجع أعمل بالانس. طبعا الثلاثة هذه كلها أصفار، فبالتالي البالانس عندها راح يكون أصفار. هذا فيكست فبالتالي مباشرة صفر، هذا فيكست فبالتالي صفر، وأيضا هذا فيكست يعني صفر. كذا انتهت جميع القيم بما أني وصلت للأصفار، وأبدأ أجمع الفيكست إند مومنت من هنا سالب 28، والفيكست إند مومنت أجمعه من هنا سالب 4 وهنا سالب 4. وطبيعي أنه يكون لها قيمة لأن السبورت سي ودي وأي فيكست، فلازم يكون في عندهم قيم. اما بالنسبه لسبورت بي، سبورت بي لازم يحقق الاتزان مثل ما كان اول عليه قيمتين مومنت وفي اليمين يساوي اليسار مع عكس الاتجاه. الان عنده ثلاثه قيم مومنت، وايضا لو انتبهت لهذه القيم هنا موجب 16، هنا سالب 8 وسالب 8 مجموعهم سالب 16، فبرضه لازم يحصل اكوليبريم انه الثلاثه المومنتس هذه مجموعها دائما بيساوي الصفر. ايضا لو كانت اربع لازم يكون مجموعها يساوي الصفر، الا اذا كان في مومنت اساسا خارجي مضاف على السؤال، وهذا راح نلاحظه ان شاء الله في الامثله القادمه. كذا الان حصلت على قيم المومنت عند النقطه بي وعند بقيه النقاط، وبالتالي يعتبر المثال حل المثال انتهى.
ناخذ شكل اضافي. هنا عندي اي كونستنت ايضا سبورت اي سبورت دي سبورت سي. طبعا سبورت اي عفوا الديستريبيوشن فاكتور بصفر، السبورت دي الديستريبيوشن فاكتور بصفر، اما السبورت سي هو هنج طرفيه او رولر طرفيه، فبالتالي ياخذ الديستريبيوشن فاكتور بواحد. طيب بالنسبه للبي، البي هيكون عنده ثلاثه ديستريبيوشن فاكتور، واحد للاي واحد للسي وايضا واحد للدي. نفس الكلام اللي سويته اول، راح يكون هنا قيمه الكي اي على 10، هنا راح تكون قيمه الكي اي على 6، وهنا قيمه الكي اي على 10 ولكن هنج طرفية، وأنا بستخدم الطريقة المعدلة، فبالتالي تضرب في 3 على 4. يعني إذا جيت أحسب الديستريبيوشن فاكتور، فلنفترض خلينا نجيب قيم الكي الحال، قيمة الكي اي بي تساوي اي على 10 والكي للممبر B C تساوي 3 على 4 I على 10 أيضا، طبعا 3 على 4 لأنه هنج أو رولر طرفية للتذكير. وبالنسبة ل K B D المنبر اللي هو هذا، راح يكون I على 6. فبالتالي الآن لو أبغى أجيب الديستريبيوشن فاكتور لبي اي، هاخذ الكي حقت هذا المنبر اللي هو اي بي أو بي اي يعني، على مجموع الكي، على مجموع كي اي بي بي سي بي دي جميع الكي. أيضا لو أبغى أجيب للبي دي، أحط بي دي في البسط والثلاثة كلهم في المقام المجموع، ولو أبغى أجيب للبي سي أحط البي سي في البسط والبقية والجميع في المقام. دائما المقام بيكون سيجما كي، جميع قيم كي اللي عند النقطة، والبسط يكون قيمة الكي اللي أنا أبغى أحسب عندها. يعني ديستريبيوشن فاكتور لو أبغى أجيبه للبي سي أحط الكي بي سي في البسط، لو أبغى أجيبه للبي اي أحط البي اي الكي بي اي في البسط، وهكذا نفس الشغل السابق بالضبط، ولكن بدل نقطتين راح يكون 3 نقاط، ما في أي تغيير. فراح أحصل على 3 قيم ديستريبيوشن فاكتور، ولازم مجموعهم أيضا يساوي الواحد. الخطوة اللي بعد كذا الآن اني بجيب الفيكست اند مومنت، بشوف ما بين الـ A والـ B في حمل، فبالتالي بيطلع عندي مومنت هنا سالب وهنا موجب، لأنه هذا في اليسار وهذا في اليمين، وبدخل الجدول وأطلع المومنت يطلع سالب 100 موجب 100. وأجي ما بين الـ B والـ C، أعتبر الـ B فيكست والـ C فيكست، وأدخل على الجدول أطلع هذا المومنت عند الـ B C راح يكون سالب، أما عند الـ C B راح يكون موجب. هذا الـ B C هيكون المومنت سالب، اما السي بي راح يكون المومنت موجب لانه في اليمين. ما بين البي والدي ما في احمال، فبالتالي البي دي الفيكست اند مومنت عنده بصفر، والدي بي الفيكست اند مومنت عنده ايضا بصفر. الخطوه اللي بعد كذا الان اني اعمل كالعاده البالانس. لو جيت اعمل بالانس، طبعا سبورت اي فيكست، فبالتالي البالانس راح يكون بصفر مباشره، السبورت دي ايضا فيكس، فبالتالي البالانس راح يكون بصفر مباشرة. عند النقطة سي، سي تعتبر هنج، ويعتبر هنج طرفي، في الهنج الطرفي ديستريبيوشن فاكتور بواحد، ناخذ القيمة 100، نعكس الاشارة سالب 100، نضربها في واحد، يعني باختصار راح نحط عكس القيمة مباشرة. نجي الان عند نقطة بي، اجمع القيم الثلاثة 100 وصفر وسالب 100، مجموعهم برضو راح يكون صفر، فبالتالي البالانس عندهم راح يكون على طول صفر. الآن أبغى أعمل كيري أوفر ما بين النقاط وبعضها البعض، الـ AB والـ BA نصف القيمة هنا ونصف القيمة هنا، طبعا أصفار. ما بين الـ BD والـ DB نصف القيمة هذه اللي هي انتقلت هنا، ونصف القيمة هذه اللي هي تنتقل هنا. وما بين البي سي والسي بي راح يكون عندي نصف السالب 100 سالب 50، ونصف الصفر راح يكون بصفر. كذا عملت الكيري اوفر الاول. الان من جديد ارجع اعمل بالانس،
طبعا بالانس عند الفيكست يعني صفر، وهنا بالانس عند الفيكست يعني راح يكون صفر ايضا. عند الهنج طبعا القيمة بصفر، فبالتالي راح يكون ايضا صفر. وعند النقطة بي راح اجمع المومنتس الثلاثة سالب 50 وصفر وصفر، مجموعهم سالب 50، اعكس الاشارة موجب 50، اضرب في هذا الرقم وفي هذا الرقم وفي هذا الرقم، اضربهم في 50 فيعطيني تقسيمة 50 على الثلاثة اجزاء 14.5 24.5 11. الان ابغى اعمل كاري اوفر من جديد ما بين الاي بي والبي اي، نصف القيمة هنا ونصف القيمة هنا، ما بين البي دي والدي بي. لاحظ نصف القيمة هذه ما راح تروح للخانة اللي جنبها، قلنا يهمني المنبر مو هل الخانة جنبها او بعيدة. نصف ال 24.5 من البي دي تنتقل للدي بي صارت 12.5، ونصف القيمة هذه اللي هي كانت صفر راح تنتقل هنا. الان ما بين البي سي والسي بي نصف ال 11 هنا ونصف الصفر هنا. طيب ليش حطينا صفر؟ لان السي نقطة سي كانت هنج او رولر طرفية، فبالتالي ما راح يكون عندها كاري اوفر، مباشرة راح يكون بصفر في الطريقة المعدلة. عملنا الان كاري اوفر، نجي نعمل البالانس الاخير. طبعا ثلاثة المومنتس بصفر، فبالتالي البالانس حقهم صفر، وهذا فيكست يعني صفر مباشرة، وهذا فيكست يعني صفر مباشرة، هذا هنج وقيمة القيمة اساسا بصفر فراح تنتقل بصفر. كذا جميع القيم صارت اصفار. ابدا اجمع من عند الفيكست اند مومنت هنا، اطلع التوتال لجميع النقاط، ونلاحظ طبعا هنا في قيمة لانه فيكست، هنا في قيمة للمومنت لانه فيكست، اما هنا هنج او رولر طرفية فما عندها قيمة مومنت، لازم تكون صفر. وعند بي بنلاحظ انه في اتزان، قيمة المومنت الموجبة هذه 114، لازم تساوي بقية القيم، يعني لو جمعت الثلاثة قيم هذه كلها على بعض لازم ناتجهم يكون صفر، يعني في اتزان عند نقطة بي. الآن نأخذ مثال إضافي، بنلاحظ الآن أنه يشبه المثال السابق، ولكن عندي هنج طرفي في اليمين وهنج ورولر أو هنج طرفي أيضا في اليسار، ومن تحت فيكست، فبالتالي النقطة دي ديستريبيوشن فاكتور بصفر، النقطة سي واحد لأنه هنج أو رولر طرفي، النقطة A راح تكون أيضا بواحد، أما النقطة B راح يكون فيها ثلاثة ديستريبيوشن فاكتور، واحد للA واحد للسي واحد للدي. الثلاثة ديستريبيوشن فاكتور راح اجيبهم كيف؟ اني اجيب قيم الكي في البداية، هنا راح يكون عندي قيمة الكي اي على 10، الاسبان هذا 10 يعني اي على 10 فيكست. اما هنا اي على 12 ولكن تضرب في 3 على 4 لانها هنج طرفية. هنا اي على 20 ولكن تضرب في 3 على 4 ايضا. فلو جيت اجيب البي اي اخذ كي حقت المنبر بي اي على مجموع الكي، كي بي دي هي K على مجموع الكي، وكي بي عفوا هنا سي، وكي بي دي هي الديستريبيوشن فاكتور بي دي هو كي بي دي على مجموع الثلاثة كي، نفس اللي سويته سابقا، وطلع لي ثلاثة قيم للكي، ولازم مجموع الثلاثة قيم للكي يساوي دائما واحد، أو مجموع قيم الديستريبيوشن فاكتور عفوا. الخطوة اللي بعد كذا اني اجيب الفيكست اند مومنت، طبعا ما بين الاي والبي ما في احمال، يعني هنا صفر وهنا صفر، ما بين البي والسي راح يكون هذا فيكست وهذا فيكست، ادخل الجدول في هذه الحالة اللي فيه حمل موزع، يطلع لي مومنت في اليسار عند البي سي ومومنت في اليمين عند السي بي، هنا سالب وهنا موجب، نلاحظ بي سي قيمة الفيكست اند مومنت عندها سالب 50، بينما سي بي هيكون عندها موجب 50. طيب ما بين البي والدي اعتبر هذا فيكست وهذا فيكست، طبعا نلاحظ الحمل جاي بهذا الاتجاه، فممكن ننظر للفريم، نعتبر انه هذا الجزء هو الداخل، ننظر للفريم بهذا الشكل. فلو نظرنا بهذا الشكل راح يكون البي في اليسار والدي في اليمين، يعني لو اخذت فيكست اند مومنت راح يكون هذا السالب البي دي، اما الدي بي راح يكون هو الموجب. فادخل على الحالة اللي فيها حمل في المنتصف تماما في الجدول، ويطلع لي سالب 30 عند البي دي،
أما عند الدي بي بموجب 30. الباقي راح يكون عبارة عن تكرار خطوات فقط لا غير. بالنسبة للأي البالانس طبعا صفر لأنه فيكست، بالنسبة للدي صفر لأنه فيكست أيضا، بالنسبة للسي هاخذ القيمة وأعكس إشارتها، أما بالنسبة للبي فراح أجمع القيم الثلاثة سالب 50 وسالب 30 وصفر، أعكس الإشارة وأضرب في هذا الفاكتور وهذا الفاكتور وهذا الفاكتور وأحصل على الثلاثة قيم الجديدة. ولو جيت أعمل كيري أوفر طبعا ما بين البي أي والأي بي، ما بين البي دي أنقل نصف القيمة للدي بي، لاحظ العشرين انتقلت هنا والصفر راح تنتقل هنا، ما بين البي سي والسي بي السي بي راح يعطي نصف القيمة سالب 25، أما البي سي ما راح يعطي للسي بي شيء لأن السبورت سي هو إيش هنج أو رولر طرفية، فمباشرة راح يكون صفر عند الكيري أوفر دائما. أرجع من جديد أعمل بالانس، أجمع السالب 25 مع الصفر مع الصفر، أعكس الإشارة وأضرب في الثلاثة فاكتورز طلع لي هذه القيم، فيكست يعني البالانس بصفر، وهنا فيكست يعني البالانس بصفر، وهنا ما في قيمة فبالتالي البالانس أيضا راح يكون صفر. بعد كذا راح أعمل كيري أوفر لجميع النقاط، عفوا النقطة A ما هي فيكست، النقطة A هنت أو رولر أيضا، فبالتالي ما راح ينتقل لها ما راح ينتقل لها شيء في الكيري أوفر، دائما بيكون صفر في الكيري أوفر. وبي سي أيضا راح يكون صفر في الكيري أوفر، بينما هنا ما بين البي دي والدي بي راح يكون في انتقال في الكيري أوفر نصف ال 12 ونص اللي هو 6 وربع، وبعد كذا هنلاحظ أن الجميع صارت جميع القيم صارت أصفار. ابدا اجمع من عند الفيكس اند مومنت، هنا لازم يطلع اصلا التوتال صفر لانه هنج او رولر، ايضا النقطه هذه لازم تطلع بصفر اللي هي نقطه سي التوتال النهائي، هنا النقطه دي راح يطلع فيها قيمه لانها فيكست، والنقطه بي راح يطلع فيها ثلاثه قيم مومنت، ولازم مجموعهم ايضا يساوي الصفر. كذا انتهى هذا المثال. ناخذ هذه هي قيمة التوتال عفوا موجودة، هنا صفر هنا صفر، هنا في قيمة لأنه فيكست، مجموع الثلاثة قيم هذه لازم يكون صفر. كذا انتهينا من هذا المثال. ناخذ مثال آخر، نلاحظ في هذا المثال انه هنا عندي I انيرشيا، هنا اثنين انيرشيا يعني انيرشيا الضعف، وهنا I. لو حبيت اني اجيب طبعا الديستريبيوشن فاكتورز، هنا عند الـ A مباشرة صفر، عند الـ C راح يكون أيضا صفر لأنه فيكست، أما عند الـ D هنج أو رولر طرفية فبالتالي راح يكون واحد، والـ B راح يكون عنده ثلاثة ديستريبيوشن فاكتور، واحد اثنين ثلاثة. لو جيت أحسب الديستريبيوشن فاكتور لازم قبلها أحسب قيم الـ K، طبعا هنا تكون الـ K عبارة عن I على 20، ما بين الـ B والـ D الـ B والـ C راح تكون I على 15، وما بين البي والدي راح تكون 2 I على 10، ولكن تضرب في 3 على 4 لأن هنج أو رولر طرفية. وطبعا نلاحظ أنه ما عندي أي أحمال، فبالتالي كل الفيكست إند مومنت في البداية راح يكونوا بصفر لأنه ما في أي حمل موجود عندي في هذا المثال، فجميع القيم الفيكست اند مومنت راح تكون بصفر. طبعا بعد ما اجيب الكي هنا وهنا وهنا اقدر بكل بساطه اني اجيب الديستريبيوشن فاكتور الثلاثه عند البي. الان نلاحظ حاجه مهمه جدا، وهي انه عندي قيم الفيكست اند مومنت عند البي بصفر، طيب لما جيت اعمل بالانس ظهرت عندي قيم بينما كانت القيم اساسا بصفر. طيب نسال نفسنا ليش؟ لأنه عندي في السؤال في قيمة مومنت موجودة على نقطة B مقدارها 40 كيلو نيوتن متر، اتجاهها مع عقارب الساعة يعني موافق لفرضيتنا المعتادة، يعني إشارتها موجب يعني موجب 40. صحيح أنه ما في فيكست إند مومنت، ولكن في مومنت عند نقطة 40 عند نقطة B مقداره 40 مومنت خارجي، فهذا المومنت لازم يوزع على BA وعلى BC وعلى BD
يعني نضرب الأربعين في هذا الفاكتور وهذا الفاكتور وهذا الفاكتور ونحصل على ثلاثة قيم. نلاحظ 40 في 3 على 16، 40 في 1 على 4، 40 في 9 على 16. فظهرت عندي ثلاثة قيم. أما نقطة A ما في شيء، فدائما في البالانس أصلا صفر. نقطة C دائما راح تكون في البالانس بصفر. ونقطة D ما كان فيها مومنت أساسا، فبالتالي راح يكون البالانس عندها أيضا بصفر في هذه الخطوة. الآن أبغى أعمل كيري أوفر، راح أنقل نصف القيمة هنا ونصف القيمة هنا. ما بين البي والسي نصف العشرة تنتقل هنا بخمسة، والصفر راح ينتقل هنا صفر. ما بين البي والدي أنقل نصف القيمة هنا ونصف القيمة هنا، ولكن الاثنين وعشرين ونص ما راح تنتقل للدي، الدي فقط يعطي ولا يأخذ. ليش؟ لأنه هنج أو رولر طرفية، فبالتالي دائما في الكيري أوفر راح يكون بصفر. الخطوة اللي بعد كده الآن بالانس من جديد، ثلاثة أصفار عند البي راح تعطيني ثلاثة أصفار على طول. الأي دائما في البالانس بصفر لأنه فيكست. أجي عند الدي ما في مومنت فبالتالي صفر. أجي عند السي هو فيكست أساسا فبالتالي صفر. كذا انتهت جميع القيم أصفار، بالتالي أقدر أجمعهم وأحصل على التوتال. كذا قدرت أجيب جميع قيم المومنت لهذا الفريم. نلاحظ دي بصفر لأنه هنج، هنا لازم يكون في قيمة لأنه فيكست، هنا أيضا في قيمة لأنه فيكست. مجموع الثلاثة، الآن ننتبه لحاجة، مجموع الثلاثة مومنت عند نقطة بي لا يساوي صفر، يساوي 40، لأنه في مومنت خارجي عند نقطة بي يساوي 40، فلازم الثلاثة المومنت النهائية تساوي 40. ناخذ مثال آخر. هذا أيضا فيكست، نقطة بي وسي راح يكون فيكست، فبالتالي نقطة A الديستريبيوشن فاكتور بصفر، نقطة C الديستريبيوشن فاكتور بصفر، نقطة B نلاحظ هنا فيكست وفيكست، وهنا 8 متر و8 متر، I على 8 وI على 8، فبالتالي راح يتوزع نص ونص الديستريبيوشن فاكتور. أقدر أيضا أحسبه زي ما قلنا، ولكن للاختصار ما في أحمال نهائيا، فبالتالي جميع الفيكست إند مومنت بصفر، ولكن في مومنت خارجي على نقطة B مقداره 18 مع عقارب الساعة يعني موجب، يوزع على بي اي وبي سي، فبالتالي راح ياخذ هنا 9 وهنا 9 لاني راح اضربه في نص ونص. الان ما بين البي والاي اعمل كيري اوفر، راح ينتقل 4 ونص وهنا راح ينتقل الصفر، هنا راح ينتقل 4 ونص وهنا راح ينتقل صفر. هذا بالنسبة للكيري اوفر. الخطوة اللي بعدها الان ابغى اعمل بالانس. طبعا لاحظ ان ما كتبنا الخطوة لان راح تصفر. لو جيت اعمل بالانس هذا فيكس اللي هو A فراح يكون على طول بصفر، وايضا C فيكس فبالتالي راح يكون بصفر، والمومنتين حوالين نقطة B مجموعهم اصفار فراح يكون هنا صفر وصفر، فبالتالي الخطوة هذه ما لها اي لازمة. يعني نقدر نستنتج ان الحل توقف من الخطوة السابقة او نكمل ونوصل للاصفار، ما في اي مشكلة. الان اجمع القيم عند A طلع لي قيمة، واجمع القيم عند البي اي طلع لي هذه القيمة. طبعا ننتبه انه ما نجمع الديستريبيوشن فاكتور معاه، هنا الديستريبيوشن فاكتور كان المفروض انه نحطه في البداية، ولكن دخل هنا في نصف الجدول، ما نجمع قيمته نجمع المومنتس فقط. ايضا نجمع القيم هنا اللي هي 9 ما في غيرها، وعند النقطة سي ما في غير 4.5. فننتبه لحاجة، عند النقطة A في مومنت وهذا طبيعي لأنه فيكست، عند النقطة C أيضا في مومنت وهذا طبيعي لأنه فيكست، عند النقطة B قلنا المفروض سابقا كنا ناخذ أن المجموع بيساوي صفر، الآن المجموع ما راح يساوي صفر. ليش؟ لأنه في مومنت خارجي نفس المثال السابق، 9 زائد 9 يعني مجموعهم 18 لازم يكون في النهاية. ناخذ مثال إضافي راح يكون المثال الأخير. هنا عندي A و B و C أيضا، ولكن C هنج طرفية، I الانيرشيا مقدارها I وهنا I، هنا راح تكون ال K ب I على 10، وهنا A ال K عبارة عن I على 15 ولكن مضروبة في 3 على 4 طبعا لأنه راح يكون هنج طرفي. فأقدر بالتالي أني أجيب الديستريبيوشن فاكتور اللي هو ال B A عن طريق ال K للممبر هذا على مجموع ال K، وأجيب الديستريبيوشن فاكتور لل B C
اللي هي الكي حقت المنبر هذا على مجموع الكي، طلع لي ثلثين وثلث. ديستريبيوشن فاكتور عند الاي بصفر لانه فيكست، وعند السي بواحد لانه هنج طرفي. طبعا نلاحظ حاجه الان، وهذا اللي راح يكون الاختلاف على المثالين السابقه، ما بين البي والسي فيكست فيكست ما في احمال، فبالتالي الفيكست اند مومنت هنا بصفر وهنا بصفر. اما ما بين البي والاي يوجد احمال. طبعا انظر من داخل الفريم، الاي هيكون في اليسار والبي هيكون في اليمين، فبالتالي هيكون المومنت في اليسار سالب 10 لو دخلت الجدول واخذت الحاله المناسبه، وفي اليمين عند البي راح يكون موجب 10. الان لو جيت اعمل بالانس، ننتبه ونركز لهذه الجزئيه المهمه لانه هي محور الاختلاف ما بين هذا المثال والمثال السابق. لو جيت الان اعمل بالانس، طبعا بالانس عند الفيكست راح يكون مباشره، البالانس عند الفيكست راح يكون مباشره بصفر، والبالانس عند السي ما كان في قيمه فبالتالي راح يكون بصفر. اما البالانس عند البي من المفترض اني اجمع القيمتين صفر وعشرة، اعكس الاشارة سالب عشرة، اضرب في الاثنين على ثلاثة واضرب في الواحد على ثلاثة، فيعطيني سالب 6.67 وسالب 3.33. هذا بسبب مين؟ بسبب بالانس العشرة والصفر. ولكن نلاحظ ايضا انه عندي مومنت خارجي مقداره 16 يعني موجب مع عقارب الساعة، فايضا هذا المومنت لازم يتوزع في البالانس، فهذا المومنت توزيعه راح يكون ايضا ينضرب ال 16 في 2 على 3 وينضرب في الواحد على 3، فيعطيني هنا 10.67 ويعطيني هنا 5.33. فبالتالي الان لازم المومنتين هذول يجمعوا، المومنت اللي جاي من البالانس حق ال 10 والصفر والمومنت اللي جاي من ال 16، مجموعهم راح يكون هنا 4 وهنا مجموعهم راح يكون 2. فننتبه في حالة انه في قيمة اساسا جاية من الفيكست اند مومنت وفي قيمة خارجية جاية من السؤال، لازم اوزع هذه واوزع هذه واجمع القيم مع بعض واطلع الناتج النهائي لحالة البالانس. الان بعمل كاري اوفر، طبعا هنا صفر راح ينتقل بصفر، هنا الاربعة نصفة راح ينتقل باثنين، هنا الصفر راح ينتقل بصفر، هنا الاثنين ايضا راح تنتقل بصفر لانه هنج طرفي. الخطوه اللي بعدها بعمل بالانس، طبعا ما يحتاج اني احط الخطوه هذه، ليش؟ لانه لو عملت بالانس للفيكس راح يكون بصفر، وهنا عندي وصلت الاصفار فخلاص ما في قيم راح تطلع جديده، وهذا هنج وقيمه اللي عنده صفر يعني فراح تكون بصفر. فانتهى المثال، ابدا اجمع القيم عند الفيكس اند مومنت واطلع النواتج النهائيه سالب 8 14 2 وصفر. نلاحظ هنا صفر لانه هنج، هنا سالب 8 يعني في قيمه طبعا لانه فيكس، مجموع القيمتين اللي عند البي 14 و2 يساوي 16 اللي هو المومنت المعطى اساسا في السؤال عند النقطه بي. وكذا نكون ان شاء الله خلصنا جميع الامثله واغلب واهم الافكار اللي ممكن تمر علينا في الامتحانات. كذا نعتبر ان شاء الله انهينا درس المومنت ديستريبيوشن تماما، سواء للكاميرات او للفريمات، واسال الله التوفيق لكم ان شاء الله في الاختبارات القادمه، وشكرا.